أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقاموا منهم إلا أن يؤمنون بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات وما في الأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنة تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إنا بطش ربك لشهيد إنه هو يبدي ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعل لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود وللذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ.